المرة دي فيها الشقة بتاعت أمي، لازم أطلع أطل عليها. شقة أمك؟ لا، ما هو شقة أمك دي أنا عارفة حكايتها من الأفلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي أنت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك. لما ندخل على بعض أنا مستعدة أعمل ده، إن شاء الله إن شاء الله في العربية اللي إحنا قاعدين فيها. في العربية؟ انتي مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخول عاوزين اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانتي كمان محتاجة ده، حق مشروع لينا احنا الاتنين. انا ما باخدش حبوب، انا هعمل. ما تخافيش انا عامل حسابي.